بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أو من فوات محفته. نعم، ذكر المصنف هنا أن من أسباب ترك العذر في ترك الجمعة والجماعة أن يخاف فوات رفقته، سواء كان، وهذا طبعا فوات الرفقة إنما هو في السفر، فمحل فوات الرفقة في السفر، سواء كان ذلك في ابتداء السفر أو في استدامته، يعني بمعنى إنشاء السفر أو في استدامته. فإذا كان مقيما وخشي فوات الرفقة الذين سيسافرون جاز له ترك الجمعة والجماعة، أو في استدامته كأن كان في أثنائه نزلوا بلدة فخشي أنه إن صلى جمعة أو جماعة ذهبوا عنه وتركوه، وهذا داخل في عموم السابق. نعم. أو غلبة نعاس. قال: أو خاف غلبة نعاس. صورة ذلك أن رجلا يكون عنده من شدة النعاس الشيء الكثير جدا، فيخشى أنه إن انتظر الجماعة حتى تجتمع أو الصلاة في المسجد فإنه ستغلبه عينه وستفوته الجماعة حين ذاك. إذن فقوله غلبة النعاس بأن خاف أن تفوته الجماعة من جهة، ومن جهة أخرى أن يستمر نعاسه حتى يفوته الوقت فستفوته الجماعة والوقت معا، فحينئذ يصلي في أول الوقت من غير جمعة ولا جماعة. أو أذن بمطر ووحل. نعم، هذه مسألة يعني تحتاج إلى وقوف معها كثير، سأشير لها لأنها سترد معنا اليوم ثلاث مواضع. قال: أو خشي أذن بمطر أو وحل. طبعا يصح وحل ويصح وحل، نص على هذا صاحب القاموس، يصح الوجهان الوحل والوحل. وبعض اللغويين كما ذكره صاحب التاج الزبيدي تاج العروس قال إن الأفصح إنما هو بتحريك الحاء وحل، وأما في لهجتنا نحن وهي لغة، وإن كان بعض اللغويين قال إن الأفصح خلافه وهو سكون الحاء وحل. على العموم الأفصح كما ذكر بعض اللغويين هي الوحل. قال: إن خاف الأذى بالمطر أو الوحل جاز له ترك الجمعة والجماعة. حين انظروا عندنا هنا عدد من المسائل. المسألة الأولى أن الوحل أحيانا تترك له الجمعة والجماعة كما هنا، وأحيانا تجمع له الصلاة كما سيأتي، فيختلف الحكم من موضع إلى موضع آخر. وأحيانا نعم، والنوع الثالث وأحيانا يصلي المرء على الراحلة فيترك القيام ويترك بعض الأركان، وقد لا يستطيع التوجه للقبلة قد، كما سيأتي في شرطه. إذن اليوم سنتكلم عن الصلاة إذا وجد وحل، وأن لها ثلاث رخص: تارة تترك الجمعة والجماعة، وتارة تصلى على الراحلة، وتارة تجمع الصلاة مع غيرها. وهذه من المسائل الدقيقة، لأن في كل واحدة من هذه الأمور الثلاثة لها شروط تختلف عن شروط الحكم الثاني، فليست على سبيل التخيير وإنما على اختلاف الأحوال. نبدأ أولا في إذا خشي أذن بمطر أو وحل. من خشي الأذى فإنه يجوز ترك الجمعة والجماعة. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر مؤذنا أن يؤذن: صلوا في رحالكم. وكان ذلك في ليلة ذات برد وريح ومطر، وريح ومطر، فهنا المطر هو الذي يدل على الوحل. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وجاء أيضا في مسند أحمد من حديث ابن عباس أنه أمر المنادي أن ينادي في ليلة ذات مطر أن صلوا في رحالكم، فصلوا في رحالكم دليل على سقوط الجمعة. وقلنا في بداية هذا الفصل أنه إذا سقطت الجمعة، العذر الذي تسقط به الجمعة هو العذر الذي تسقط به الجماعة. إذن هذا هو دليلها. المسألة الثانية: ما هو ضابط الخوف من الوحل والمطر؟ ليس المراد بالمطر هنا المطر الذي يبيح الجمع، بل إن المراد به المطر الذي فيه أذى. إذن هنا مطر فيه زيادة وهو الأذى، والوحل الذي فيه أذى. إذن مطر ووحل يجمع الثنتين. ما ضابطه؟ لم أقف لهم على ضابط في هذا الباب، لكن ذكر بعض المتأخرين قال ظاهر كلامهم أنه وإن كان الوحل يملأ القدمين فقط فإنه حينئذ يكون مبيحا لترك الجمعة والجماعة، أو المطر يعني يصل إلى هذا الحد ففيه أذى بحيث إفساد الثوب أو البرد الذي يدخل إلى جسد الآدمي أو نحو ذلك. نعم.
وريح باردة في ليلة مظلمة. طيب، قال وبريح باردة، ما عندك شديدة؟ ما عندي الله يحفظك، لكن شاك بالحاشية. نعم، هي اللي عندي فيها شديدة. طيب، قال وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. انظر هنا، هذه فيها ثلاثة قيود: أن تكون ريحا باردة، وأن تكون شديدة، وأن تكون في ليلة مظلمة. القيد الأول وهو أن تكون باردة في ليلة مظلمة، وأن تكون الليلة مظلمة باردة أيضا، هذان القيدان ذكرها جميع الفقهاء ما عدا قيد الشديدة. قيد الشديدة لم يذكرها في المنتهى ولا في الإقناع، بل جزم بالإقناع بنفيها، قال ولو لم تكن شديدة. إذن فيكون فيها وصف أن تكون ريحا باردة، وأن الوصف الثاني أن تكون الليلة مظلمة وباردة معا. فإذا وجد هذان الوصفان أبيح حين ذاك ترك الجمعة والجماعة. دليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري في حديث ابن عمر المتقدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا، أن ابن عمر قال صلوا في رحالكم وكانت ليلة باردة. إذن فلا بد أن تكون ليلة باردة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. بعدما أورد المصنف رحمه الله تعالى باب من يعذر بترك الجمعة والجماعة، ناسب أن يذكر من يعذر بترك بعض أفعال الصلاة كأركانها كالقيام والركوع، أو من يعذر بترك الإتمام وهو القصر، أو من يعذر بجمع الصلاة لمثلها، أو من يعذر بصلاة الخوف، وهم أربعة أنواع سيريدهم المصنف. فبدأ المصنف أولا بذكر من يعذر بترك بعض هيئات الصلاة وهو المريض. نعم. قال: يلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن عجز فعلى جنب. بدأ المصنف بذكر أن المريض وإن وجد فيه المرض فيلزمه أن يصلي قائما، يجب أن يصلي قائما. والمراد بالقيام هو أن يكون معتمدا على قدميه، هذا هو القيام. قالوا: فإن لم يستطع القيام إلا بمعاون وبدفع أجرة لزمه القيام بمعاون وبدفع أجرة. قالوا: فإن كان لا يستطيع القيام إلا معتمدا أو مستندا، الاعتماد على عصا والاستناد على جدار ونحوه، بحيث أنه إذا استند فإن استناده يكون قائما مع استناد. طبعا الاستناد نوعان مر معنا: استناد جائز في الصلاة الذي لا يكون معتمدا اعتمادا كليا بحيث لو زال سقط. النوع الثاني الذي يكون واجبا عند الحاجة إليه، وهو الاعتماد عليه بحيث إذا زال سقط، لكن إذا رفع قدميه سقط، لأن إذا اعتمد بحيث إذا رفع قدميه لم يسقط، هذا يسمى قائما بالكلية، وإنما يسمى يعني جالسا، سميه معتمدا مستندا، سميه ما شئت. إذن فعندهم أنه ولو كان معتمدا أو مستندا. وقوله تلزم المريض الصلاة قائما، قالوا: أو ما ألحق بالقائم، كأن يكون قادرا على هيئة الركوع، بذلك يقولون كالراكع، هو ليس راكع لكنه كالراكع، لأن الراكع له حكم القائم في نقض الوضوء، وله حكم فيما يتعلق بصفة الإيماء لسنجدها بعد قليل، فيلزمه حين ذاك، لأن القائم شبيه بالقائم مع فرق، وهو بعض الانحناء في الظهر. فلو أن رجلا كان منحن الظهر جدا فيستطيع القيام لكن على هيئة الراكع، فنقول يجب عليه أن يقوم هذا القيام على هيئة الراكع، لكن يضع يديه على صدره، فلو وضع يديه على ركبتيه صار راكعا وليس قائما. قال: فإن لم يستطع فقاعدا. قوله فإن لم يستطع، الحقيقة أن هذا ليس على سبيل الإطلاق، وإنما جاء به المصنف موافقة للحديث، حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما جاءه البواسير: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وإلا الفقهاء يقولون سواء كان غير مستطيع أو مستطيعا لكن يشق عليه، بأن كان قيامه يزيد مرضه أو يؤخر برأة أو يشق عليه مشقة عظيمة، ففي الحالات الثلاث هذه يجوز له أن يصلي قاعدا. إذا المصنف عبر بما أو لم يستطع موافقة للحديث، وهذا هو الأغلب أو الخارج مخرج الغالب. قال: فإن لم يستطع فقاعدا، أي يجب عليه أن يصلي قاعدا وجوبا، ولا يجوز له أن يصلي على جنب. عندنا هنا مسائل: المسألة الأولى أن قول المصنف هنا يصلي قاعدا دليلها حديث عمران المتقدم وهو نص. المسألة الثانية أن عدم قدرة المرء على ركن القيام لا يسقط عنه شرط الركن الثاني، لأن عندنا القيام ركن وعندنا قيام شرط لركن،
فالقيام الذي هو ركن القيام حال القراءة ونحوها، هذا ركن. القيام الثاني الذي هو شرط لركن القيام بتكبيرة الإحرام، فمن عجز عن الأول وكان قادرا على الثاني لا يسقط عنه. وبذلك ننتبه لخطأ يقع من كثير من الناس، بعض الناس يشق عليه القيام في الصلاة لكنه يستطيع القيام لتكبيرة الإحرام، نقول يجب عليك وجوبا أن تكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم تجلس بعد ذلك إن لم تستطع، وجوبا أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما، لأن القيام لتكبيرة الإحرام منفصل تماما عن القيام، لأن القيام لتكبيرة الإحرام منفصل تماما عن القيام بعد عن الذي بعده. هذه مسألة. المسألة الثانية في قول المصنف فقاعدا، ما هي صفة القعود؟ نقول كل صورة من القعود تجوز، إما أن يقعد على كرسي أو أن يقعد على الأرض، سواء إذا قعد متربعا جاز، وإذا قعد مفترشا جاز، وإذا قعد محتبيا جاز، والاحتباء واضح، لو قعد مادا لرجليه متجهة للقبلة جاز، لو قعد متوركا جاز، أي صورة من صور القعود تجوز، كل صور القعود تجوز. لكن الكلام ما هو أفضل صيغ هيئات القعود؟ نقول أفضل القعود للمريض أن يصلي متربعا، هذه هي الأفضل لورودها عن عدم الصحابة كابن مسعود وغيره، فالأفضل للمريض أن يصلي متربعا، والتربع جلسة معروفة كلنا نعرفها ونجلسها وأغلب الحاضرين يجلسوها الآن. هذا العبرة بالقعود حال القيام. طيب إن كان عاجزا عن السجود فالأفضل له في حال السجود أن يجلس ثانيا رجله، إما مفترشا أو متوركا، لأن هذه أشبه بهيئة الجالس فيثني رجله. طيب قال فإن عجز فعلى جنب، أي إن عجز عن القيام فعلى جنب، فيصلي على جنب الحديث عمران المتقدم. الصلاة على الجنب لها ثلاث درجات، أفضلها أن يصلي على جنبه الأيمن، لأن دائما الجنب الأيمن أفضل من الأيسر ويكون وجهه متجها إلى القبلة، ثم يليه في الأفضلية وهو جائز من غير كراهة أن يصلي على جنبه الأيسر متوجها إلى القبلة، ثم الصفة الثالثة جائزة لكن مع الكراهة لوجود خلاف عند بعض أهل العلم في صحتها، ولأن الحديث لا ينص عليها صراحة وإنما هو من المفهوم، وهو أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة. إذن عندنا ثلاث صور، صورتان جائزتان من غير كراهة، والثالثة هي المكروهة وسيردها المصنف. إذن فقول المصنف أو عجز فعلى جنبه، الأيمن أفضل ثم الأيسر. نعم. قال رحمه الله فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. نعم، قال فإن صلى مستلقيا أي على ظهره ورجلاه إلى القبلة صح. الذي يصلي مستلقيا مع القدرة على الجنب مكروه، نص عليه في المنتهى وغيره، مكروه لخلاف أهل العلم مراعاة للخلاف، وذكرت لكم أن علماءنا رحمة الله عليهم، وهذه طريقة كثير من فقهاء الحديث، يعملون مراعاة الخلاف قبل الوقوع، لأن مراعاة الخلاف نوعان، قبل الوقوع وبعده. بعد الوقوع هذه خاصة بالمفتين لها أحكامها وبابها، قبل الوقوع للفقهاء، فالفقهاء أحيانا قد يحكمون بكراهة أو استحباب شيء مع عدم الدليل على الكراهة أو استحباب إلا لكون بعض أهل العلم قال بتحريمه أو قال بوجوبه، فمراعاة الخلاف يقولون بالندب أو يقولون بالكراهة، وهذه طريقة كثيرة جدا عند أهل العلم، وإذا كان بعض أهل العلم يتحرج من بعض الشيء لأن فلان من أهل العلم قالهم متقدم أهل العلم. طيب إذن عرفنا أن مع عدم الحاجة إليها والقدرة على الجنب فإنها مكروهة. المسألة الثانية قول المصنف ورجلاه إلى القبلة، هذا شرط لصحة الصلاة لمن كان مستلقيا، فمن كان مستلقيا يجب أن تكون رجلاه إلى القبلة، إذ لو لم تكن رجلاه إلى القبلة لا يكون مستقبل القبلة، الذي على جنب يستقبلها بوجهه، وأما الذي على ظهره فإنه يستقبل القبلة، يستقبل السماء، لكن يجب أن يستقبل بقدميه القبلة. إذن فقول المصنف ورجلاه إلى القبلة شرط لصحة الصلاة لمن كان مستلقيا، لكن يستحب له أن يرفع رأسه بوسادة ونحوها ليكون وجهه متجه للقبلة إذا أراد القراءة. قوله صح أي مع الكراهة كما تقدم. نعم. ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. نعم. قال ويومئ برأسه،
راكعا وساجدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على الراحلة في أكثر من حديث. قال ويخفضه عن الركوع، أي ويكون سجوده منخفضا عن الركوع، ينزل في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة، أومأ بصلاته راكعا وساجدا على الراحلة فيقاس عليها المريض. وقد جاء عند البيهقي من حديث جابر وعند الدارقطني من حديث علي في المريض أنه يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أشد أو أكثر إيماء وانخفاضا من الركوع. نبدأ أولا فيما يتعلق بالإيماء، هل المراد بالإيماء إيماء الرأس أم إيماء الجسد؟ نقول المراد بالإيماء إيماء الرأس فقط، وأما إيماء الجسد فليس لازما. إذن فالمرء إذا عجز عن الركوع فيومئ برأسه فقط، العبرة بالرأس، فهو الذي يومئ به، إن أومأ بجسده الأمر له، لكن العبرة بالرأس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو أن المرأة أراد الإيماء بسجوده وقال سأرفع شيئا من الأرض وأجعله مقابل لسجودي، مثل ما يفعل بعض الناس عندهم شيء يسمونه كرسي الصلاة، كرسي وأمام الكرسي يكون بمثابة الطاولة يسجد عليها المصلي. فقهاؤنا يقولون رفع شيء من الأرض ليسجد عليه مكروه، لكن ليس مبطل للصلاة. ما دليلكم وعلتكم؟ علتهم قالوا لأن هيئة الركوع سقطت بالعجز عنها فتسقط بكليتها، جميع صفاتها تسقط، فلا ينوب شيء عن رفع شيء يجعل عليه الوجه، لأن العبرة بهيئة السجود أن يكون أسفل الرأس، أسفل الظهر، أعلى من الرأس. ويدل على هذا أنه قد جاء عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار جابرا كان جابر رضي الله عنه يسجد على وسادة، يأتي بوسادة ليسجد عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوسادة بقضيب معه فأبعدها وقال أومئ، فأمره بالإيماء، فدل ذلك على أنه يكره أن يرفع شيئا من غير الأرض يسجد عليه. نعم. قال ويخفضه عن الركوع أي يجعله أشد انخفاضا، عرفنا الدليل قبل قليل. نعم. فإن عجز أومأ بعينيه، قال فإن عجز عن الإيماء برأسه كأن يكون رأسه مثبتا لا يستطيع تحريكه، أو يكون مستلقيا على ظهره وممنوع من تحريك رأسه، فهذا قالوا يومئ بعينيه. والدليل عليه أنه قد جاء في بعض الكتب عند الجوجزاني يقولون وعند الدارقطني وغيره فيه حديث، وهذا الحديث معل وإن كان مرويا عن بعض أحفاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكنهم كانوا مجهولين فلا يعني فيه إعلال، لكن على العموم تدل عليه المعاني العامة في الشريعة أن من عجز عن البعض لا يسقط عنه الكل، والإيماء بالطرف يأخذ حكمه. إن عجز عن الإيماء بطرفه، بعض الناس قال يومئ بإصبعه وهذا غير صحيح، الفقهاء يقول لا يومئ بالإصبع، من عجز عن الإيماء بطرفه وهو الجفن فإنه حينئذ يصلي بقلبه، يصلي بقلبه، وصفة الصلاة بالقلب وكذلك صفة الصلاة بالإيماء بالطرف أن يكبر ناويا الصلاة وناويا أفعالها بعد ذلك، وأن يكون مستحضرا لجميع الأقوال والأفعال إن لم يستطع القول، يستحضر القول إن لم يستطعه ويستحضر الفعل إن لم يستطعه. فإن كان عاجزا عن الفعل فقط فيستحضر الفعل دون القول لأنه يتلفظ بالقول، وإن عجز عنهما فيستحضرهما معا أي القول والفعل، وهذا واضح لمن كان لا يستطيع الكلام فإنه يستحضره. طبعا هذا ذكروا هذا الشيء مع المصنف، أنا ذكرت هذا الشيء مع المصنف لم يذكره، لأن بعض أهل العلم هو الشيخ تقي الدين يرى أن من كان عاجزا عن الإيماء بطرفه سقطت عنه الصلاة بالكلية، قال لا يستطيع فسقطت عنه لأنها أفعال وأقوال، فلما سقط عنه الفعل وأقل الفعل الإيماء بالطرف سقطت عنه. فقهاؤنا يشيرون لخلاف الشيخ تقي الدين فيقولون ولا تسقط عنه بحال ما دام عقله معه، فهذا النفي في الغالب لا ينفي الفقهاء حكما إلا هو من باب الإشارة لخلاف في المسألة، أو لا نقول في الغالب، نقول في كثير من الأحيان لا ينفون حكما إلا الإشارة. نعم. فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقاد إلى الآخر، قال فإن قدر على فعل الأركان أو عجز عن بعض الأركان في أثنائها انتقل إلى الآخر، أي إلى الذي عجز عنه إلى البدل وهو الإيماء، أو انتقل إلى القدرة، فحينئذ يبني. صورة ذلك رجل ابتدأ الصلاة قادرا على القيام، ثم في أثناء قيامه أحس بتعب جاز له الجلوس، ثم يبني بعد ذلك على حسب قدرته. العكس، افتتح الصلاة عاجزا ثم وجد من نفسه نشاطا فإنه يقف ويبني قائما، يبني صلاته قائما، ومثله يقال في الركوع والسجود. فإن قدر على قيام وقعود، وهذا مبني على مسألة التبعيض،
التبعيض، والصلاة تتبعض في بعض أحكامها دون بعض. مسألة التبعيض هذه فائدة صورية. مسألة التبعيض يقول الفقهاء من دقيق الفقه، ذكر ذلك أظن ابن القيم أو غير نسيت الآن أو ابن قاضي الجبل نسيت. مسألة تبعيض الفقه، ما الذي يتبعض وما الذي لا يتبعض من الأحكام، وكيف يكون التبعيض للأحكام، هذه ضبط هذه القاعدة من دقيق الفقه. ولذلك بعض أهل العلم لما طرد عدم التبعيض في بعض المسائل استنكر عليه، فالإمام الشافعي على جلالة قدره وهو إمام المسلمين الذين أجمعوا على أنه مجدد هذا الدين، ولكل أحد من أهل الحديث يعني منة لهذا الرجل عليه، أنا أقصد الشافعي بعينه عليه رحمة الله، لما طرد عدم التبعيض في نفي النسب أباح أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا لأنها لا تنسب له، وكل من لا ينسب له نسبا ولا برضاع جاز له الزواج به. غير توسع في التبعيض فقال يتبعض في هذه المسألة. مسألة التبعيض مسألة تحتاج ليوم كامل لذكر أقسامها وأنواعها. نعم. فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أو ما بركوع قائمة وبسجود قاعدة. نعم، يقول الشيخ أن من كان عاجزا عن بعض الأركان دون بعض فيجب عليه أن يأتي بالأركان القادر عليها، والعاجز عنها يأتي ببدلها كالقعود والإيماء، هذا من جهة. من جهة أخرى يقول الشيخ أن من كان قادرا على القيام وإنما هو عاجز عن الركوع والسجود فيقول فيومئ بالركوع وهو قائم ولا يومئ به وهو جالس، لسببين. السبب الأول لأن الركوع ملحق بالقيام كما قلنا هنا في صفة القيام أنه يلزم القيام للمريض، والأمر الثاني أن الركوع يسبقه قيام ويتبعه قيام فناسب أن يومئ به وهو قائم، وأما السجود فإنه يومئ به وهو جالس. هذه هي السنة كما ذكر المصنف. نعم. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. هذه المسألة أوردها المصنف يورد بها مسألة، هو ليس بمريض يمنعه القيام وإنما لأجل الدواء، وهذا الدواء على المشهور المذهب أنه ليس بمستحب لأن الدواء مباح، التداوي مباح. بل خذوا هذه القاعدة، حكى شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لمن فهم من بعض كلامه، شيخ الإسلام هذا للأسف أن بعض الناس يفهم من كلام خلاف منطوقه، فهم بعض الناس أن الشيخ الإسلام يقول بوجوب التداوي، لم يقله الشيخ، حكى الإجماع في الفتاوى الكبرى على أن العلماء يقولون لا يجب التداوي بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم لا يجب التداوي. طيب ما حكمه؟ قيل مباح، قيل مكروه، قيل مندوب، قيل خلاف الأولى. مشهور المذهب أن التداوي مباح. هذا مريض في عينيه برمد ونحوه يستطيع الصلاة بجميع أركانها لكن ترك القيام لأجل التداوي، ليس لأجل المرض، ليس لأجل تأخير البرء، ولا لأجل الأسباب ذكرناها قبل قليل، وإنما لأجل الدواء بنفسه. فقال له الطبيب أنا سأضع في عينيك دواء لكن يلزمك أن تكون مستلقيا على ظهرك يوما كاملا فلا تصلي إلا مستلقيا. الفقهاء يقولون يجوز لأنه استلقى لأجل العلاج فيجوز ذلك، وإن كان سبب الاستلقاء أمر مباح وهو التداوي يجوز، وهذا معنى قولهم ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام، هو قادر لكن إنما استلقى لأجل المداواة والدواء مباح. ولذلك أورد ذلك فقهاؤنا. بعض الناس يقول ما فائدة هذه مع وجود المسألة السابقة، هذه مسألة تداوي والمسألة السابقة هي مسألة المرض. قال لمداواة، وغالبا ما تقع هذه المداواة في العين يذكرونها قديما، الآن قد تكون هناك يعني أمراض يقول الطبيب لا تقوم من مقامك. قال بقول طبيب مسلم، الطبيب الذي يقبل خبره في الصلاة جالسا لأجل الدواء، ويقبل خبره في الدواء، ويقبل خبره في الإفطار في نهاية رمضان، ومثله في أحكام متعلقة بالحج إن وصلنا إليها إن شاء الله. قالوا هو الطبيب المسلم الثقة، هي ثلاثة قيود: أن يكون طبيبا أي ذا خبرة، وأن يكون مسلما، وأن يكون ثقة. طيب علمه هذا وطبه هذا لا يلزم أن يكون على سبيل القطع، بل ولو كان على سبيل الظن أو غلبته، طبعا غالبا الظن إذا أطلق قصد به غلبة الظن، لا يلزم أن يكون هذا الدواء قاطع في الشفاء. الأمر الثاني قول المصنف طبيب أي واحد، لا يلزم أن يكون طبيبين أو ثلاثة، وإنما يكفي في الإخبار طبيب واحد، إن القاعدة عندهم أن كل ما كان من باب الخبر فيكفيه فيه واحد، وما كان من باب الشهادة فاثنان.
وذاك دخول رمضان يكفي فيه رجل وخروجه لا بد من رجلين. هل لا بد أن يكون الطبيب ذكرا؟ نقول لا، لأن القاعدة أن كل ما كان من باب الإخبار فالرجل والمرأة فيه سواء. الإخبار عن العلم، الإخبار عن العلم. طبعا هذه قاعدة أن الإخبار عن العلم الرجل فيه والمرأة سواء طردها شيخ الإسلام ابن تيمية. الفائدة هذه فائدة فاستقخذوها، محلها في باب الشهادات، سأذكر يعني لن أذكرها هناك. الشيخ الإسلام يقول إن شهادة المرأة متى تكون عن شهادة رجل، شهادة المرأتين متى تكون عن شهادة رجل؟ قال ما كان وسيلة التحمل فيه السمع، وأما ما كان وسيلة التحمل فيه النظر وهو العلم فشهادة المرأة كالرجل. فالجراحات مرأة كرجل، فامرأتان تثبت بها الجراحات، تصرفات الفرد نفسه أو ما رآه بعينيه من تصرفات، فالرجل كالمرأة سواء. وأما ما كان من باب السماع كالعقود والشهادة على الشهادة وهكذا فلا بد أن تكون المرأتان في مقابل رجل للآية، لأن احتمال النسيان عند المرأة فيما تحفظه أكثر من نسيانها مما تعلمه قطعا، ولذلك ما علمته قطعا كرؤية شهر رمضان هلال شهر رمضان معتمد في المذهب أنها امرأة واحدة يدخل بها الشهر، وكذلك الطبيب إذا كان امرأة. طبعا الفائدة هذا النقل عن شيخ الإسلام ليس موجودا في كتبه، وإنما هو موجود في حاشية المحرر لابن مفلح. نعم، هذا يعني في هذا الكتاب نقل من كتاب مفقود للشيخ وهو شرح الشيخ تقي الدين على المحرر. نعم. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. نعم. ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. نعم، هذه مسألتان. المسألة الأولى وهو الصلاة في السفينة. شوف، الصلاة في السفينة بعض أهل العلم منع من الصلاة فيها لأجل عدم ثباتها، وهذا لا يعتبره فقهاؤنا، إنما فقهاؤنا يقولون إن الصلاة في السفينة له حالتان. الحالة الأولى أن يصلي عليها سواء كانت راسية أو تعب البحر، لا فرق، أن يصلي عليها وقد أتى بكل فرض من فروض الصلاة وبكل شرط من شروطها، فإنه حينئذ تصح صلاته، تصح صلاته سواء كانت السفينة سائرة أو واقفة، سواء كان صلى لعذر أو لغير عذر، كلها سواء، لا فرق، لا فرق. الحالة الثانية أن يصلي على السفينة مع ترك بعض فروض الصلاة، مثل عدم استقبال القبلة أو مثل عدم القدرة على القيام. وأنتم تعلمون أن السفن الصغيرة لا يستطيع المرء أن يصلي فيها قائما وإنما يصلي جالسا، فنقول إذا كان المرء سيصلي في السفينة مع إسقاط بعض أركان الصلاة أو شروطها، شروطها كمثلا القيام أو التوجه القبلة، شروطها التوجه القبلة وفرضها القيام فيها لأنه ركن، فنقول لا تصح صلاته فيها إلا إذا وجد العذر. وما هو العذر؟ أمران. العذر الأول أن يكون عاجزا عن النزول كأن تكون في وسط البحر، والعذر الثاني أن يكون عاجزا عن القيام أو عاجزا عن التوجه للقبلة إذا كان مشغولا بأمر آخر. إذن فإذا وجد العذر وهو العجز عنهما معا، العجز عن النزول والعجز أيضا عن القيام، فيجوز له أن يصلي على السفينة في هذه الحالة. إذن هذه المسألة الأولى. يقول الشيخ ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة، أما لو صلى قائما متجه للقبلة فتصح مطلقا. قال وهو قادر على القيام، أي على القيام في السفينة، أو قادر على القيام خارج السفينة فيستطيع أن ينزل ويصلي على البر، فحينئذ يجب عليه النزول ويجب عليه القيام. فإن عجز عن القيام أو النزول لأجل القيام فحينئذ فتصح صلاته. إذن فتصح، مفهوم الكلام أنه تصح إذا عجز عنها، لأن قوله وهو قادر على القيام، أما إذا لم يكن قادرا جاز. طيب، إذا صلى في السفينة ما الذي يفعل؟ إذا كان يتجه يستطيع الاتجاه للقبلة فيصلي جالسا متجها للقبلة ويدور مع القبلة حيث دارت، فإن عجز عن التوجه للقبلة كأن يكون مربوطا ونحو ذلك فيسقط عنه الركن والشرط معا. ثم قال الشيخ
ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل. طبعا هذه السفينة، الصلاة على السفينة مثلها مثل تماما مثل الصلاة على الطائرة، هي الصلاة على الطائرة. فنقول من أراد أن يصلي على الطائرة سواء كانت في الجو أو على الأرض، إن استطعت أن تصلي قائما متجها للقبلة من غير إماء في الركوع والسجود فصلاتك صحيحة حيثما كنت. وأما إن لم تستطع القيام لكونك على الكرسي ولا يوجد مصلى في آخر الطائرات، بعض الطائرات توجد فيها مصلى في الخطوط السعودية، أو لا تستطيع النزول لأن الطائرة ابتداء الرحلة وانتهائها في الوقت لا تستطيع أن تصلي قبلها ولا بعدها، فحينئذ يجوز لك أن تصلي في الطائرة ويسقط عنك القيام ويسقط عنك التوجه للقبلة إن لم تستطعه. بعض الإخوان يقول أنا أستطيع أن أصلي في الطريق، في طريق الممرات. نقول لا يجوز لك أن تصلي في الطريق، لأنه مر معنا أن الصلاة في الطريق لا تجوز وأنت تؤذي الناس، بل صلي على مقعدك. لكن يجب عليك إن عجزت عن البعض، لا تترك الكل، أن تقف لتكبيرة الإحرام وما استطعت القيام فيه، وتومئ وأنت قائم بالركوع، ثم إذا جاء السجود والجلوس فتجلس على الكرسي. فما كنت قادرا على القيام فيه تقف فيه، وما عجزت عنه تتركه. قد تكون الكراسي متراصة وفيها إيذاء للشخص في القيام، هذا أمر آخر، فتصلي الصلاة كلها قاعدا. هذه هي القاعدة. السفينة هنا العلماء قديم يتكلموا عن السفينة، الآن هي الطائرة أكثر ما يقع فيها يقع عند الناس. نعم. ثم قال الشيخ ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل. هذه المسألة الثانية متعلقة بالوحل وهو الصلاة على الراحلة. الدليل على أنه يجوز الصلاة على الراحلة في الوحل ما ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي، وإن كان الترمذي أومأ إلى تفرد بعض الرواة فيه، يعني نقول ما روي أحسن، من حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فمر هو وأصحابه إلى مضيق، وأن ذلك المضيق لما وصلوا إليه كانت السماء فوقهم تمطر، وكانت الأرض فيها بلة، يعني بلل من أسفل منهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن أن يؤذن، ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على راحلته، وصلى الصحابة بصلاته عليه الصلاة والسلام. طبعا تصح اهتمامهم لأنهم يرونه ويسمعون الإمام على القاعدة ذكرناها قبل قليل، ولا يوجد هناك قاطع بينهم، فإن الدواب متصلة، وحينئذ يجوز الصلاة على الراحلة. طيب إذن قوله الصلاة على الراحلة خشية التأذي بالوحل لها قيدان. القيد الأول أنه لا بد من خشية التأذي، فلو لم يكن هناك وحل لم يكن هناك أذى من الوحل فلا صلاة عليه. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون المرء على الراحلة وقت الصلاة كلها، يعني لا بد أن يكون عاجزا عن النزول حتى في آخر الوقت، يعني الشخص يبقى في راحلته إلى انتهاء الوقت سواء كان في سفر أو في غير سفر لا فرق. مثال هذا في وقتنا أحيانا في وقت الأمطار الشديدة، وهي تأتي في السنة مرة أو مرتين، نسأل الله عز وجل أن يغيثنا، قد يكون بعض الناس في الوقت الضيق مثل المغرب يكون في السيارة ولا يستطيع الخروج منها، ما يستطيع الخروج من سيارته ولا يستطيع أن يصفط بسيارته يمينا أو شمالا، فحينئذ هذا بمثابة الوحل لا يستطيع النزول من دابته فيصلي على دابته في الوقت، وهو الدابة هنا تسمى السيارة. طيب انظروا معي، الفقهاء يقولون ليس لازما أن يكون العذر لعدم القدرة على النزول أن يكون وحلا، فلو كان مطرا جاز، أو كان عجزا عن الركوب بعد النزول، كان يكون الشخص في طريق يستطيع النزول لكن لا يستطيع الركوب، يجوز له كذلك. قد يقال من باب القياس لو أن المرأة حصر في داخل سيارته، أحيانا قد تكون تأتيك أحيانا يعني بعض المواقف في الطرق تسد عليك لا تستطيع الخروج ساعة كاملة تبحث عن مخرج لتبحث للصلاة، لا تجد مخرجا للصلاة، وهذا نادر لكن قد يوجد بين الفينة والأخرى، فلو قيل أنك تصلي طبعا تنتظر حتى يغلب على ظنك أنك لن تستطيع الخروج فتصلي على راحلتك، لا قيل بوجه ذلك وهو داخل في حكم الفقهاء، لأنه لا يستطيع النزول من ما يستطيع أن ينزل
لشدة الزحام، بل لو نزل لشدة الزحام أكثر ولا يستطيع أن ينزل، بمعنى أنه يقف لمكان قريب فيصلي له. ليس مع ذلك أي زحام تترك له صلاة الجماعة وتصلي في راحلتك، هذا قول باطل. الكلام إذا كنت لا تستطيع حتى يخرج الوقت، فحينئذ هو الذي يلحق بهذا الحكم. ثم قال الشيخ: لا للمرض، أي أن المرض لا يبيح، المرض وحده منفردا لا يبيح الصلاة على الراحلة. فإذا كان المرض منفردا ليس معه عذر آخر من الأعذار السابقة، كأن يكون مريض على سفينة، أو مريض يخشى النزول لأجل الوحل، أو مريض لأجل المطر والثلج، أو مريض يعلم أنه إذا نزل لا يستطيع الركوب أو يشق عليه الركوب مرة أخرى مع حاجته للركوب، فإنه حينئذ يجوز له أن يصلي على الراحلة. وهذا قد يتضح أحيانا في بعض الذين يكون ركوب للسيارة صعب جدا، فيقول إن نزلت المسجد لا أستطيع الركوب إلا بمشقة، والذي يركبني وينزلني بعيد، فنقول يصلي في سيارته لكن يتجه بها إلى القبلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم، هذا الفصل وهو من الفصول المهمة جدا، وأود أن أعطيه حقه أو بعض حقه، وهو ما يتعلق بصلاة ذوي الأعذار بعذر السفر، صلاة ذوي الأعذار للسفر. والسفر يجب أن نعلم فيه مسائل قبل أن نبدأ بكلام المصنف. المسألة الأولى أن الفقهاء يقسمون السفر إلى قسمين: سفر طويل وسفر قصير، وكل واحد من هذين النوعين يترخص له برخص خاصة به. فالسفر الطويل قدره 16 فرسخا، وسنتكلم عن طوله بعد قليل، هذا يترخص له بأربع رخص، وهو الجمع والقصر والمسعى الخفين والإفطار في نهاية رمضان. النوع الثاني من القصر من السفر وهو السفر القصير، وقدره عند فقهائنا فرسخ واحد. هذا السفر يترخص له برخص أخرى يترخص فيها في الأعلى، ولكنه خاص ويجوز أن يترخص فيها في السفر القصير، وهي الصلاة على الراحلة. فيجوز أن تصلي على الراحلة النافلة، زين، النافلة تصليها على الراحلة في السفر القصير، ويجوز ترك الجمعة لمن سافر سفرا قصيرا. فمن كان يبعد عن البلد مسافة فرسخ وهو السفر القصير لا يلزمه السعي لصلاة الجمعة، سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في باب صلاة الجمعة. إذن السفر نوعان، وهذا عمل الصحابة رضوان عليهم، فقد ثبت عن الصحابة تفريقهم بين نوعي السفر. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الرخص في السفر أنواع، ذكرت لكم قبل قليل 6 من أنواعها، وهناك غيرها أيضا مثل ترك السنن، ومنها ترك الجمعة وترك الجماعة وهكذا. هذه الرخص في السفر ليس كلها الأفضل فعلها في السفر، وليس كلها الأفضل تركها في السفر، وذلك يقول الفقهاء: الرخص في السفر 3 أنواع: رخص الأفضل فعلها، ورخص الأفضل تركها، ورخص يستوي فيها الأمران وهو الفعل والترك. والمصنف هنا إنما أورد رخصة واحدة وهي القصر، ثم في الفصل الذي بعده أورد الرخصة المتعلقة بالجمع، والجمع ليس خاصا بالسفر بخلاف القصر، فإنه لا قصر على المذهب إلا لأجل السفر، لا تقصر الصلاة إلا لأجل السفر، اللهم إلا في الخوف. الخوف هذا له أحكام، فلا أحتاج أني أقول دائما إلا الخوف إلا الخوف. إذن عندنا القصر خاص بالسفر، وأما الجمع فلا. طيب، لما كان السفر هو أول لما كان القصر هو أول رخص السفر، فإن الفقهاء أوردوا كثيرا من الأحكام التي يعرف بها السفر هنا، يعني أوردوا كيف يعرف السفر، أورده في هذا الباب لأنه أول مكان يناسب أن يذكر فيه. ولذلك أورد المصنف هنا عددا من الأحكام التي تشمل القصر وغير القصر، بل تشمل أحكام السفر كله. سنورد يعني كلام المصنف وأحاول أن أشرحها بحسب ما يسمح به الوقت. تفضل. من سافر سفرا مباحا. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر شروط السفر الذي يجوز أن يترخص له، فقال: أولا من سافر سفرا، من سافر سفرا. أولا تعبير المصنف بمن سافر تبع فيها صاحب المقنع، واعترض عليها الشيخ منصور في الحاشية المنتهى، ويقول إن هذا التعبير ليس مناسب، والأولى أن يعبر بمن نوى السفر، لأن العبرة بالنية. فقوله: ومن سافر، أي نوى السفر،
فالمصنف حذف المضاف وأبقى يعني حذف الأصل الذي أضيف إليه وهو نوى السفر. وبعضهم أجاد مثل صاحب الإقناع الشيخ موسى فقال من نوى حال ابتداء السفر، من نوى ابتداء السفر، من نوى ابتداء السفر، والمعنى فيهما متقارب. طيب لنقف مع الشرط الأول وهو نية السفر، وانتبهوا معي هذا الشرط مهم جدا جدا، لأنه نحن قلنا منين أخذنا من كلام المصنف؟ قول المصنف من سافر، وقصده بمن سافر أي من نوى السفر، لأن منصورا عاب من عبر بهذا التعبير وقال أصوب أن لا نحتاج إلى تقدير وإنما نأتي بالعبارة الأفصح فنقول من نوى السفر. طيب هذا من نوى السفر لا بد في السفر من نية، وانتبهوا معي لعدد من المسائل في نية السفر. المسألة الأولى أن المراد بنية السفر نية السفر الطويل لا نية السفر القصير، ومعنى ذلك أن ينوي بقعة تبعد مسافة القصر التي سنجدها بعد قليل، لا بد أن ينوي محلا معينا. بناء على ذلك فإن كل من نوى السفر سواء كان قصده التجارة أو قصده العبادة أو قصده الطاعة أو قصده الأمر المباح كالنزهة، كلهم يجوز لهم الترخص برخص السفر. لكن من الذي لم ينوي السفر؟ قالوا أول شيء كل من كان هائما في مشيه. بعض الناس يكون هائم مثل إيش؟ وهذه كثير جدا، بعض الناس إما أن يكون صاحب هواجيس، واضح معنى هواجيس يعني دائما يسرح، إما بطبعه أو لأمر عرض عليه. بعض الناس يأتيه خبر معين، جاء اليوم أن الذي يدرسه أعطاه نتيجة سيئة مثلا في الجامعة، فتأتيه هذه الأفكار، شغل السيارة مشى، إذا به قد وصل إلى قريب الدمام 200 كيلو، وهذه دائما تحدث دائما. بعض الناس ما أفقت إلا في سعد، ما أفقت تعد سعد 100 كيلو، مش متعدي. طبعا أنا سأذكر شرق الرياض لماذا؟ لأن نحن أقرب خط سريع لنا شرق الرياض، خط الكويت نفس الخط. طيب إذن هذا هائم، هل يترخص؟ نقول لا يترخص إلا إذا نوى. متى ينوي؟ لو نوى في أثنائه، يوم وصل في الطريق، في أثناء الطريق قال ها خرح الدمام، من حين ينوي الدمام إذا نوى السفر. لكن لما تذكر قال لا برجع بس أدور لي مفرق، هل يقصر الصلاة؟ ما يقصر، لأنه هائم على وجهه لا يعرف. هذا واحد ليس ناويا للسفر. الثاني قالوا من كان تائها يبغى مشوار قريب، فإذا به قد جاوز حد السفر، نقول أيضا التائه لا يقصر. وإذلك أيضا النوع الثالث قالوا من كان غير قاصد لبقعة بعينها اللي يسمونه راكب التعاسيف، هذا يعني يقول بروح منه بشوف الصيد، يعني قريب صيد، يعني مرة هنا يطلع في الشعيب القريب لهنا ثم هنا، ما ظن أنه طبعا الطوقي قريب، مثلا الطوقي دون من 80 على قول 80 سنة، تكلف المقدار بعد قليل، قال قريب في النخل قريب اللي هنا، فإذا به قد جاوز نسي نفسه، فهو لم يقصد بقعة بعينها وإنما ركب تعاسيف لأجل صيد أو لأجل يبحث عن دابة قريبة له تاهت أو نحو ذلك. كل هؤلاء يقولون لا يقصر لفقده النية. طيب أيضا ممن يقولون لا يقصر من قصد بلدة لا يعلم كم تبعد، أهي مسافة قصر أو دونها، فهذا يقول لا يقصر إلا إذا علم، يعني لما وصل قال أوه تبين لي أن هذه البلدة تجاوز مسافة القصر، فحينئذ نقول يجوز له القصر إذا علم، سواء بعد قطعه المسافة أو قبل قطعه لها فيجوز له إذا علم، قبل علمه لا يقصر يقصر الصلاة ولا يترخص برخصة. إذن هذا ما يتعلق بالنية، وانتبهوا لهذه الصور الأربع فقلما توجد في محل. انتبهوا لمسألة تتعلق بالنية الثانية مهم، هل الأصل في الإنسان أن يكون حاضرا أم مسافرا؟ حاضر. خذوا قاعدة دائما، النقل عن الأصل لا تكفي فيه النية، بل لا بد من مع النية من عمل، والرجوع للأصل تكفي فيه النية. بس هذه القاعدة تجي معنا إن شاء الله في الحج، ستأتي معنا في الزكاة، ستأتي معنا في الصوم، كلها ستأتي إن شاء الله، لها أمثلة كثيرة. ما معنى هذا الشيء؟
معنى هذا الشيء أن الشخص إذا نوى السفر ولم يشرع فيه فليس بمسافر، ليس مسافرا، بل لا بد من شروعه في السفر. وأقل ما يسمى شروعا في السفر أن يخرج من العامر كما سيأتي. انظر العكس، رجل كان مسافرا ثم نوى الإقامة، رجل خرج من الرياض متجها إلى الدمام، وبعد خروجه من الرياض بعشر كيلوات يجوز له الجمع من القصر، يجوز، لأنه خرج من العامر وقد نوى السفر وإن لم يقطع المسافة. لكن بعد ما جاوزها بعشر كيلوات قال لا لا، سأقف هنا وأشرب الشاهي ثم سأرجع. إذا نوى الإقامة، نوى الرجوع، أو نوى المكث في هذه البلد، مر على قرية رماح قال سأبكث فيها، خاصة أجلس فيها أكثر من أربعة أيام، فحينئذ نقول هذا نوى الإقامة، فبمجرد النية تنقطع صفة المسافر. إذن هذا هو الشرط الأول، وهو قول المصنف من سافر. الشرط الثاني قوله سفرا مباحا، طبعا سيأتي بعد قليل مقدار السفر، ولك نرجع السفر بعد قليل، ونقول أن السفر نوعان، سفر قصير وسفر طويل، سيأتي بعد قليل بيان الطويل. قوله مباحا يقابل المباح المحرم والمكروه، فكل سفر محرم ومكروه لا يترخص له برخص السفر. كيف يكون محرما؟ قالوا كل سفر لفعل محرم أو لفعل مكروه فلا يترخص له. ما الدليل على ذلك؟ استدل أحمد على ذلك بقول الله عز وجل غير باغ ولا عاد، فأباح الله عز وجل أكل الميتة للمضطر إليها إذا كان غير باغ ولا عاد، أي متعديا. وهذه الرخصة التي أباحها الله عز وجل هي في أكل الميتة التي ترتب عليها تلاف النفس، فدل ذلك على أن ما عداها من الرخص كلها لا تستباح إلا أن تكون بطريقة مأذون بها شرعا. ولذلك القاعدة عند فقهائنا أن المحرم لا يبيح، لا يبيح ما كان محرما، وأن المحرم لا يترخص له، وهكذا. وهذا الحقيقة استدلال في غاية القوة، ولذلك شيخ الإسلام تيمية انتصر لهذا الاستدلال وبقوة، أن السفر المحرم انتصر له في الفتاوى، ونقل عن خلاف ذلك، الذي انتصر له الفتاوى الكبرى أن السفر المحرم لا يترخص له. ليس العبرة بالصفات، وإنما فيها معنى العبادة الرخصة لأنها متعلقة بالعبادة. طيب، قال سفرا مباحا، ما المراد بالمباح؟ هو ما كان لغرض مباح، أو كان أكثر الغرض مباحا. من سافر لتجارة وسيشرب الخمر، التجارة ستأخذ الأكثر وسيشرب الخمر، الأكثر هو المباح، والأكثر يأخذ حكم الكل فيغلب. طيب، فإن استويا بنفس المقدار ليأكل ربا يعاقد الربا ويشتري مباحا، وهما بنفس المقدار، نقول إذا استويا، فقاعدة فقهائنا عند الاستواء يغلب الحاضر وهو المحرم، وهذه القاعدة تسمى قاعدة التغليب الأوصاف. الأمر الثاني المباح، قد يكون قد شرع في سفر محرم ثم نوى في أثنائه الأمر المباح فيجوز. نعم. قال رحمه الله أربعة برد. نعم، هذه أربعة برد أريد أن تنتبهوا معي فيها. السفر لا يجوز الترخص فيه إلا إذا كان مقداره أربعة برد. ما الدليل عليه؟ أنه قد ثبت عن ابن عباس وابن عمر، ثبت عنهما بإسناد صحيح أنهما قال إن من سافر إلى عسفان أو إلى مثل عسفان تقصر الصلاة، إلى مثل عسفان، وعسفان جاء أنها أربعة برد، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده ما قال، لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثابت عن ابن عباس وابن عمر. وطريقة أهل العلم أن مثل هذا لا يمكن أن يكون مما يقال بالرأي، وخاصة أن ابن عمر مدني وهذا مكي، ولا يعرف للصحابة لهم مخالف. فإن قال بعض الإخوان أن تقدير المقدرات الأصل فيه النص، فإن لم يوجد فإن نذهب للغة ولا يوجد ذلك، فإن لم يوجد فإن ننتقل لثالثه وهو العرف. فلما لا نقول بالعرف؟ نقول نعم، نقول بالعرف إذا لم يوجد النص، وهنا وجد النص وهو قول قضاء اثنين من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، ثابت عنهم روي مرفوع، لكن ما يصح المرفوع. من جهة أخرى أن أمر الصلاة من الأمور العامة، شوف الأمور العامة، ولو أنيط بالعرف لاختلف الفرق، لاختلف الناس فيه، وبناء عليه فالناس يسافرون خمسة، بعضهم يقصر وبعضهم يتم، وليس هذا مقاصد الشرع، بل إن مقاصد الشرع الائتلاف
والاجتماع. ولذلك الأمور الظاهرة البينة كقصر الصلاة ومدة الإقامة أناطها عامة أهل العلم بمدد أخذت عن طريق الاجتهاد. نعم اجتهاد ليس نصا، هو أقل من النص، ولذلك القول به قوي جدا. بل إن حتى من نظر للقول بالعرف كالشيخ تقي الدين قال إن الأحوط أن يأخذ بتقدير أهل العلم كأربعة برود وأربعة أيام، ذكر ذلك في الجزء 24 من الفتاوى، أو مذكور في الجزء 24 من الفتاوى الشيخ، لأنه ليس هو الذي جمعها. إذا المقصود من هذا كله ما هو؟ أن نعرف أن مسألة التقدير بأربعة برود هو قول الصحابة، لا يعلم لهم مخالف رضي الله عليهم، بل فقهاء الصحابة، ثابت عنهم بإسناد صحيح وروي مرفوعا، وأن الخلاف فيه خلاف ضعيف وإن كان مقبولا من حيث النظر، لكن خلاف قوي، يعني خلاف ضعيف، يعني ضعيف ليس معنى ضعيف أنه ملغي، وإنما المرجح هو التقدير بأربعة برود. هذه المسألة الأولى عرفنا دليلها وأن القول فيها قوي جدا. نعم قد يقال من حيث التنظير، أنا أقوله مني، أنه قد يقبل العرف في النفي دون الإثبات، في النفي دون الإثبات. معنى ذلك لو أن شخصا قصد مسافة أربعة برود وهو يرى أن هذه الأربعة برود ليست سفرا في عرفه وعرف أهل بلده، نقول لا تترخص دون الإثبات. الإثبات لو أن امرأ يرى أن قصده 10 كيلوات متر سفر، أنا أعرف بعض الناس يعني ما أدري يعني يزمل، إيش معنى يزمل؟ أعطني بديل عنها، يشيل هم، يشيل هم السفر، يشيل هم السفر. أنا أعلم أنه لو قيل له اذهب 50 كيلو لربما جلس أسبوعا لم ينم، ولا أخذ مؤنة السفر معه، ولا تعب تعبا شديدا، وخاصة في وسائل التنقل السابقة. إذن هو يعتبره سفر عنده، وخاصة مع وسائل التنقل السابقة أقول لك، أو مشى على قدميه. لكن نقول لا، لا ليس العبرة بذلك، وإنما العبرة قد يقال من باب التفقه أن العرف ينفي ولا يثبت، يقبل في النفي دون الإثبات. نرجع لمسألتنا، طبعا هذه ألف فيها كثير بين جدة ومكة، لأن العرف جرى وإن كان في الزمن الماضي عند بعضهم أنه مسافة قصر. المسألة الثانية، عرفنا إذن دليل أربعة برود وهو الأثر عن الصحابة. هذه الأربعة برود كم تعادل؟ خذوا معي الفقهاء، سأذكر لكم كلام الفقهاء قديما ثم سأذكر لكم بتقديرها بالكيلوات المعاصرة. الفقهاء يقولون إن أربعة برود تعادل مسيرة يومين بالسير المتوسط، مسيرة يومين. إذن مما يدل على تقدير أربعة برود حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، يومين. طيب ليش ما نستدل بيوم؟ نقول يوم جاء معروف على سبيل التقليل، وإن قلت ثلاثة فالثلاثة حد كثرة، وكثير في لسان العرب أنهم يذكرون حد الكثرة، إذن الثلاثة حد كثرة وقلة، دائما يؤتى به لبيان أن القليل والكثير يشملهما. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم يومين، هذا الحديث لابد أن نعمل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهو قد يكون قال في أكثر مرة، فتخصيصه باليومين يدل على أن هذه مسافة قصر، يدل عليه فعل الصحابة. إذن الأربعة برود تعادل كم؟ يومين بالمسيرة المتوسط. الأربعة برود احفظوها تعادل 16 فرسخا، 16 فرسخا. طبعا كل هذا نسيت أقول لكم مسألة، أن التقدير بأربعة برود وبنحوها إنما هو تقدير على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد، مثل ما قلنا في القلتين. لأن يجيني واحد يقول لك يعني شوف يا فلان، أربعة برود وخطوة يجوز القصر، أربعة برود إلا خطوة ما يجوز، نقول ما قلنا ذلك، نحن نقول على سبيل التقريب، بل لو نقصت عن أربعة برود بخطوات فإنه يسمى قصرا ما دمت قد أخذت أهبة السفر. طيب إذا قلنا إن الفرسخ، نعم الأربعة برود تعادل كم؟ 16 فرسخا. طيب الفرسخ كم يعادل؟ انظروا معي كم يعادل الفرسخ؟ قدره العلماء بأربع تقديرات، وسأذكرها بعد قليل وأرجع لها بعد قليل. أول تقدير قالوا لا، نعم قدره بتقدير واحد ثم قدر الميل بأربع تقديرات. قالوا إن الفرسخ الواحد يعادل كم؟ 3 أميال هاشمية. يجب أن تقول هاشمية، لأن هناك فرق بين الميل الهاشمي والميل الأموي والميل البريطاني القياسي الذي نتعامل به الآن. الميل الهاشمي يختلف تماما عن الميل البريطاني الذي يسمى الآن أو القياسي الذي موجود الآن. لماذا سمي بريطانيا؟ لأن أغلب من يستخدم الميل هو الدول اللي يسمونها الأنجلوسكسونية، بريطانيا
أمريكا والدول هذيك، هذه هي التي تستعمل الميل. أغلب دول العالم تستخدم الكيلو، لذلك سمى بالميل البريطاني، أو هذا هو أحد أسباب تسميته. هذا الميل ليس هو الميل الذي يقصده الفقهاء ويقصدون أن الفرسخ ثلاثة أميال، لا يختلف. هم يقولون نص الميل الهاشم هو غير الأموي. كم مقدار الميل الهاشمي؟ قدر الميل الهاشم بتقديرات، خذ التقدير الأول. قالوا أولا إن الميل يعادل 12,000 قدم، وليس القدم الذي يتكلم عنه الفقهاء هو القدم الذي موجود الآن، لأن القدم عند الفقهاء هو نصف ذراع، وأما القدم عند أهل زماننا فهو ثلث الذراع، 66% من الذراع. إذن 12,000 قدم أو كم ذراع؟ 6,000 ذراع، لأنها نصف الذراع، قلت لكم هو نصف الذراع، أو 6,000 ذراع. وانتبه هنا أن الحافظ بن حجر ونقلها الشيخ منصور عنه وقال إنها فائدة عزيزة، ذكرها في حواشي المنتهى، قال إن ذراع الحديد يزيد على الذراع الفقهي بمقدار الثمن، وسأتكلم عنها بعد قليل. إذا ليس كل ذراع القديم مثل الذراع الآن الحديث الذي يتكلم به الآن. طيب، قالوا والميل الواحد يعادل 1,000 خطوة للبعير، 1,000 خطوة للبعير المتوسط، وخطوة البعير ما شاء الله طويلة، يعني تقريبا يعني تصل 2 متر وربما تنقص عنها. إذا انتهينا من تقدير الميل، يقدر بالقدم وبالذراع وبخطوة البعير. هذا الذراع الذي قدر به الفقهاء قدروه، قالوا إن الذراع يعادل 24 إصبعا، 24 إصبع، ولذلك يقولون إن الذراع يعادل 6. إذ الأذرع نوعان المعاصرة، ذراع يعادل 6 وحدات وبعضهم يعادل 7، فالذراع المعتبر عند الفقهاء هو الذراع الذي يعادل 24 إصبعا، يعني 6 وحدات، ولذلك يقولون هو يعادل 24 إصبعا معترضا معتدلا. كم طول الإصبع عندهم؟ قالوا إن كل إصبع يكون طوله 6 حبات بطون بعضهن إلى بعض، يعني متلاصقات بطونهم بعضها إلى بعض، فيكون حينئذ هذا طول الإصبع الواحد. طيب، كم طول حبة الشعير أو عرض حبة الشعير؟ قالوا عرض حبة الشعير هو 6 شعرات من خيل أو برذون. الخيل سبحان الله شعر قوي جدا، هو من أقوى شعر البهائم، ربما هناك يعني حيوانات أخرى لكن البهائم التي نعرفها شعر الخيل، ولذلك بعض الناس يستخدمه في يعني خياطة النعل، وأهل الغناء يستخدمونه في العود أحيانا، فهو قوي جدا، فهو قوي ومقياس يكون عريض بخلاف شعر أنواع البهائم الأخرى، ولذلك قدروه بهذا المقدار. هذا تقدير الفقهاء سابقا. كم يعادل في زماننا هذا؟ لما نظرنا إلى تقديره بالميل قلنا الميل يعادل ثلاثة أميال، الفرسخ 3 أميال، اضرب 3 × 16 يكون 48. إذن 48. إذن إذا أردت أن تعرف كم مقدار الأربعة برد بالأميال الهاشمية فهي 48 ميلا. والميل الهاشمي في الحقيقة أكثر نقول 2/3 من الميل البريطاني، وقد وجدت رسالة لبعض العلماء توفي عليه رحمة الله في تنزيل هذا التقدير، وهو شافعي. ولماذا قلت هو شافعي؟ لأن الشافعية تقديرهم للميل الهاشمي كالحنابلة، في بحيث الأطوال الشافعية والحنابلة متفقون في التقديرات، فقدرها بما ينقص عن 140 كيلو بقليل. فالتقدير الأقرب، وأنا أقول أقرب لمسافة القصر، هي أن تبلغ نحو من 137، تزيد قليلا تنقص قليلا كيلا، هذا الذي يقصر فيه الصلاة. أما دون ذلك فيسمى سفرا قصيرا ولا يسمى سفرا طويلا. فمن قصد بلدة قريبة دون ذلك، مثل الغاط كم تبعد؟ ما أدري والله الغاط، لكن نقول مثلا الخرج دون ذلك، الخرج أصلا دون من 80، ف
فلا يقصر له الدلم، ما يقصر لها. الحوطة لا تجاوز 180 فيقصر لها. إذن العبرة بهذا الحد، وهذا هو الأقرب. وأنا أظن أن سبب تقدير بعض مشايخنا رحمة الله عليهم لهذا التقدير بأنه بنحو 80 أو يزيد سببان. السبب الأول التقدير بالميل البريطاني، مع هذا غير مقصود ولا يوجد في كتب الفقهاء. والسبب الثاني الرجوع للأصل وهو عسفان، فإن عسفان الخط الذي كان بينها وبين مكة كان يعادل تقريبا أقل من 80 بقليل، فكان بين مكة وبين عسفان 80 كيلو. والحقيقة أن هذا التقدير إنما هو بالخط الموجود، وسيمر معنا إن شاء الله بعد كلام المصنف بعد قليل أنه لو كان بين البلدتين طريقان فكان أحد الطريقين أبعد ويعادل مسافة قصر فيقصر له. ولا شك أن الطرق الجديدة هذه شقت الجبال، وخاصة مكة ذات جبال، فلا بد أن يكون مشي الناس بين الجبال. وتقدير الأوائل لها بأنها 4 برد أصوب من النظر بالخط المستقيم أو النظر عن طريق الخط الذي يكون على هذه الهيئة. بل لو نظرنا الآن بطريقة الـ هذه شو يسمونها جي بي إس، هذه شو اسمها يعني اللي يعني ربما تنقص عن 60، ربما اللي هي النقطة الخط المستقيم ربما تنقص عن 60، لا أدري، لكن ربما. ولذلك الأصوب والأقرب أن لا يقصر في أقل من المسافة التي ذكرتها قبل قليل. نعم، أنا أطلت في هذه المسألة لكي تعرف أن الفقهاء قدروا لنا الـ4 برد بالفراسخ وبالأميال وبخطوات البعير وبالأقدام وبالأذرع وبشعر وبحب الشعير وبشعر البرذون وهو الخيل. طبعا هو خيل الأعجم يسمى برذونا. قال رحمه الله سن له قصر رباعية ركعتين. نعم، سن له قصر رباعية ركعتين. نمر، أنا أظني أطلت عليكم في الشرح. نعم أطلت. قال سن له، هذا نستفيد من قوله سن أن الأفضل في رخصة القصر في السفر فعلها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك القصر، لم يحفظ عنه أنه صلى الله عليه وسلم ترك القصر قط. وأما ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وعثمان رضي الله عنه أنهم كانوا يتمون في السفر، فقد وجهوا أهل العلم بتوجيهات، منها أن غرضهم بيان أن القصر ليس لازما، إذ بعض الناس ظن أن القصر لازم وأنكر على من أتم. فالصحابة لفقههم كانوا يتركون بعض السنن لفائدة، مثل طلحة وابن عمر حينما كان يلزمان بالاستجمار دون الاستنجاء، لكي لا يظن الناس أن الاستنجاء لا يصار إليه، الاستجمار لا يصار إليه مع القدرة على الاستنجاء. نعم، إذن هو سنة، ودرع السنية أنها ليست بلازم مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فعل الصحابة كعثمان وعائشة وإقرار كبار الصحابة لهم على ذلك. الأمر الثالث قوله الرباعية يدلنا على أنها لا تقصر إلا الصلاة الرباعية، أما الثلاثية والثنائية فلا تقصر. نعم، إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. قال إذا فارق عامر قريته، أريد أن تنتبهوا معي أن عامر البلد عند ثلاث مسائل سأذكرها، ثم ما المراد بعامر البلد، ما الأحكام المتعلق بعامر البلد، ما الذي يلحق بالحكم السابق، فإن نسيت شيء ذكروني لأني أنسى كثير. المسألة الأولى عندنا، ما المراد بعامر البلد؟ هذا الذي ذكره المصنف، قال إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، المراد بها أي البيوت المعمورة بالسكنة والصالحة للسكنة التي تكون قريبة من البلد. عامر مسكون بلده، أي قريبة من البلد. هذه البيوت يشترط أن تنسب للبلد فتسمى من البلد، فيقال هذه تابعة للبلد، ما يقال لها اسم مستقل ومنفصل. وأن يكون نسبة عرفية، يعني قد يكون لها اسم، مثل أن يقال ضاحية فلان، لكنها منسوبة لهذه البلد. الأمر الثاني أن هذه العامر يجوز أن تكون داخل السور ويجوز أن تكون خارج السور، فيجوز الأمران كلاهما. هذه المسألة الأولى المراد بالعامر. المسألة الثانية، ما الأحكام المتعلقة بالعامر؟ عندنا حكمان أساسيان متعلقان بالعامر. الحكم الأول أن ابتداء احتساب المدة لا يكون إلا من العامر ولا يحسب من البيت. ما شاء الله، لو أن رجلا سيخرج من غرب الرياض ويذهب إلى شرق الرياض، ربما يمشي في داخل الرياض 60 كيلا حتى يخرج من طرفها، كل هذه لا تحسب. إنما يحتسب ابتداء المدة من طرف العامر إلى البلد التي أو المقصد الذي يقصده. الحكم الثاني وهو الذي مهم معنا، أنه من أراد السفر ونواه يجوز له أن يترخص إذا فارق العامر ولو لم
يصل إلى مسافة القصر، ولا يجوز له أن يترخص قبل مجاوزة العام، لما جاء من حيث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه كان إذا خرج من الكوفة أفطر، وكان يرى العامر، حتى لو كان يرى العامر ينظر إليه فهو يجوز له الفطر ويجوز له الترخص. إذن من حين تخرج من آخر الأحياء السكنية في البلد فمباشرة تقف بعدها وتقف، يعني من باب النكت، في أحد الدروس القديمة، ليست قديمة، قبل 12 سنة كنت أقول للإخوان طرف الرياض نادي الشباب، الآن قامت أحياء بعد نادي الشباب يعني كبيرة جدا بعد نادي، فلذلك لا تذكر مثالا قل عامر الذي يسكنه الناس ويستقرون به، يعني عهد قريب كان نادي الشباب هو آخر الرياض، من جاء الناس يوقفون سياراتهم ثم يذهبون يعني في سيارة واحدة إلى عهد قريب، يعني لا أدري قل كم لكن قريب جدا. إذن هذه هي المسألة الثانية. المسألة الأخيرة عندنا وهي قضية من يلحق بالمسافر الذي جاوز العامر، يلحق في بعض الأحكام، نقول من نوى السفر وأخذ له أهبته يأخذ حكم المسافر لكنه ليس بمسافر. فبناء على ذلك فلو أن رجلا دخل عليه وقت الظهر وهو في البلد لكنه قد أخذ أهبة السفر، منعه زحام الطريق، يركب المتاع في سيارته، فهو في حكم المسافر ليس مسافر، يجوز له أن يصلي إذا خرج من العامر قصرا وأن يفطر. وأما إن صلى في داخل العامر فهو ليس مسافر، له حكم المسافر، فحينئذ يتم إن صلى في داخل البلد. نعم. قال رحمه الله وإن أحرم حضرا ثم سافر. نعم، بدأ يتكلم المصنف في إذا الشخص أصبحت له حالتان، حالة حضر وسفر، فبدأ بأول سورة قال إذا أحرم حضرا ثم سافر، يعني أحرم تحتمل احتمالين، احتمال منصوص واحتمال مفهوم أولوي. خلنا نبدأ بالمفهوم الأولوي هو الواضح. المفهوم الأولوي أي وجبت عليه الصلاة حاضرا ثم أداها مسافرا، هذا من باب المفهوم الأولوي للجملة، فإنه حينئذ يصليها صلاة حاضر، يصليها صلاة حاضر، يعني أحرم بها حاضرا، يعني وجبت عليه وهو حاضر ثم سافر بعد ذلك يصليها صلاة حاضر، هذه واضحة. أما منطوق الجملة أحرم أي كبر تكبيرة الإحرام وهو حاضر ثم سافر بعد ذلك. أنا أسأل الآن، هل يتصور أن رجلا يكبر تكبيرة الإحرام وهو حاضر ويركع وهو مسافر؟ نعم. سم. إذا كان المطار داخل البلد وهو على الطائرة، نعم، هذا يعني احتمال، أو كان في سفينة وعلى طرفها، يعني إذا كان الشخص ركب الطائرة والمطار في داخل البلد زي ما تفضل الشيخ علي فكبر تكبيرة الإحرام وهو حاضر لأنه لم يجاوز البلد، فأقلعت الطائرة، فحينئذ يكون مسافرا فيكون يصلي صلاة حاضر، هذا مثال وهو صحيح جدا. في مثال آخر أيضا من الأمثلة قبل قليل، لو أن رجلا سافر معصية فسفره لا يجوز الترخص فيه، فيكون حكم الحاضر، ناوي ذهب ليقطع رحم مثلا، أنا أقول إن شاء الله أحد يشرب خمرا بإذن الله عز وجل، وهو في الصلاة قال لا أريد أن أقطع الرحم، سأجعل زيارتي ذهابي لوصل الرحم، فانقلب سفره من سفر معصية إلى سفر طاعة، فحينئذ يجوز له القصر، لكنه هذه الصلاة يكملها تامة. أو رجل سافر سفرا قصيرا ثم وهو في أثناء السفر نوى أن ينوي يجاوز السفر البعيد كذلك. طيب. أو سفرا ثم أقام، قال ثم أو سفرا ثم أقام بأن كبر مسافرا ثم أقام بعد ذلك، عكس الصور السابقة بأن قلب نيته فألغى السفر أو جعله سفرا محرما، أو من باب الأولى مفهوم الأولى هذه الجملة، إذا وجبت عليه الصلاة حاضرا ثم مسافرا ثم أقام فيجب حينئذ أن يتم فيصلي صلاة مقيم. أو ذكر صلاة حضرا في سفر، نعم، أو عكسه، أو عكسه. هذه قاعدة تتعلق هل الصلاة العبرة بوقت الوجوب أم بفعلها وأدائها. بعض الناس يقول العبرة بوقت الوجوب وبعض الناس يقول العبرة بوقت الأداء. فقهاؤنا يقولون ليست العبرة لا بالوجوب ولا بالأداء، وإنما العبرة بالاحتياط بالأحوط منهما هنا وفي الزكاة وفي غيرها. وبناء على ذلك فالأحوط من الوقتين هو الإتمام فيصليها أربعا، مثلها في الزكاة سيأتي معنا أن من وجبت عليه الزكاة وأخرها ثم تلف ماله وجب عليه أن يخرجها قيمتها قبل الإتلاف. نعم.
أو ائتم بمقيم. قال أو ائتم بمقيم، انظر معي. إذا ائتم بمقيم فإنه يجب عليه أن يتم صلاته أربعا. الدليل حديث ابن عباس، طبعا سيأتي سورة سيورد المصلي بعد قليل. لدليل حديث ابن عباس ذكرت لكم في صحيح مسلم أنه سئل رضي الله عنه عن المسافر يصلي خلف المقيم، قال يتم هي السنة، بل قد حكي الإجماع في ذلك. فقد نقل ابن المنذري في كتاب الأوسط أن علماء المدينة كلهم كانوا يقولون من كان مسافر فصلى خلف المقيم فليتم، فحكي الإجماع في هذه المسألة، وحكاه بعض المتأخرين أيضا بعد ذلك. إذن فيجب أن من أتم بمقيم أن يتم مثله. نعم. أو بمن يشك فيه. قوله أو بمن يشك فيه أي بمن يشك في كونه مسافرا أو غير مسافر. إذن الشك فيه هنا عائد للسفر وعدمه، سيأتي الآن شك آخر، لذلك لابد أن نفرق بين نوعي الشك. إذن يشك فيه هو شاك بالإمام، أهو مسافر أو ليس بمسافر، فهو شاك باعتبار علمه هو. طيب هذا العلم هل لابد فيه من اليقين؟ قالوا لا، يكفي فيه وجود العلامات. فكون الشخص مثلا عليه ثياب السفر أو متأهب للسفر، رأي دخلت في مسجد محطة التي بجانب الرياض، فالذي أما بك كان ولا تدري كم، يعني صلى ركعتين ما تدري أهو سابق لك أو غير، انظر للعلامة. فإن كان علامته مسافر، تعرف المسافر غالبا يخلع غترته وعمامته، غالبا المسافر لا يتسنن، يكون عجل يقوم مباشرة، إن في علامات معينة تدل على أنه مسافر. فإن وجدت من علاماته أنه مسافر فصليها ثنتين، إن وجد من علاماته أنه مقيم فتصليها أربعا، إن شككت فلم يتبين لك شيء أهو مسافر أم مقيم فتصليها أربعا. هذه دائما تحدث لنا في المحطات القريبة من المدن عندما لا تعلم حال الإمام أهو مقيم أم مسافر. نعم. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها. كيف يلزمه إتمامها؟ في الصور السابقة مثل أن يصلي مسافر خلف مقيم فيلزمه إتمامها، أو يكبر وهو سفره سفر لا يقصر فيه الصلاة ثم نوى سفر الصلاة، أو الأمثلة ذكرناها قبل قليل السابقة، فكبر وهو يلزمه إتمامها ففسدت الصلاة إما بفعله أو بفعل غيره، فحينئذ يجب عليه أن يقضي الصلاة وأن يعيدها. نقول إذا قضيتها فيجب عليك أن تقضيها كاملة أربعا من غير نقص لها وقصر. لماذا؟ لأنه ابتدأت بها تظن وجوبها تامة، فحينئذ العبرة بوقت الوجوب الأول، ونحن قلنا إن الفقهاء أنا يأخذون في باب الاحتياط. نعم. أو لم ينوي القصر عند إحرامها. نعم، أي لو لم ينوي القصر، لم ينوي قصر الصلاة. هذه مسألة مهمة أريد أن تنتبهوا لها. يشترط لقصر الصلاة أن ينوي قصرها عند إحرامها، أي عند تكبيرة الإحرام لا بد. طيب لماذا يشترط النية؟ طبعا مفهوم ذلك أنه إذا لم ينوي إلا بعد تكبيرة الإحرام، كبر ثم نوى، فإنه حينئذ لا يصح قصره. طيب لماذا تشترط النية؟ قالوا لأن الأصل الإتمام، فمن خالف الأصل لا بد أن يأتي بالنية، فلا بد أن ينوي القصر. هذا الأمر الثاني. ما هي نية القصر؟ بعض الناس هل يحدث نفسه بقصر الصلاة؟ لا، قلنا لا. نحن قلنا قبل أن الفقهاء يقولون إن النية تتبع للعلم، فمن علم بأن سفره سفر تقصر فيه الصلاة ولم وكان هو مستصحبا لهذا الحكم وهو مشروعية القصر ولم ينوي الإتمام، فحينئذ هذه هي النية. إذن علم أن هذا السفر تقصر فيه الصلاة، يجب أن يكون السفر تقصر فيه الصلاة. والأمر الثاني أن لا يكون قد نوى الإتمام، أن لا يكون قد نوى الإتمام مع استصحابه للحكم الأصلي وهو أنه من عادته أنه يتم أنه يقصر إذا سافر. نعم. أو شك في نية القصر. قال أو لم ينوي القصر عند إحرامها. نعم. قال أو شك في إيش؟ نية القصر. في نية القصر عندك كذا؟ في الحاشية قلت. طيب هنا يقول الشيخ أو شك في نيته، النسخة التي عندي في نيته. لماذا أنا سأشرح عن نيته؟ لأني أنا فصلت تفصيلا بناء على الضمير، لأني سأعيد الضمير إلى أمرين وتصح على نية القصر. قوله أو شك في نيته
الضمير هنا يحتمل أن يعود للإمام ويحتمل أن يعود للمأموم، أي المصلي المنفرد، يحتمل أن يعود للإمام أو يعود للمأموم الذي يكون خلف الإمام أو المنفرد، هذا واحد. نبدأ بها جملة جملة. قوله شك أي تردد من غير جزم على أحد النيتين، نيته النية هنا المقصود بها نية القصر لا نية الدخول في الصلاة، فنيته هنا نية القصر لا مطلق النية. طيب شوف، إذا شك المأموم في نيته تردد، قال لم أجزم بالقصر وأنا متردد، أو شك في نية الإمام، يعلم أن هذا الإمام الذي أمامي مسافر، علم أنه مسافر لكنه لا يدري هل هو متم أم هل هو سيتم الصلاة أم سيقصرها، هذا شك في النية، بخلاف العلم بالسفر، العلم بالسفر يكفي فيه العلامة والقرينة، فإنه حينئذ لا يجوز له القصر. نعم. من أمثلة أيضا الشك، إذا شخص دخل بلدا، نتكلم عن المثل بعد قليل، دخل في بلدا وتردد هل سيمكث 4 أيام أو أقل أو أكثر، فهو شاك في مدة الإقامة، فحينئذ نقول أنت شاك في نية الإقامة، فحينئذ يقصر ولا يتم ولا يقصر. نعم. أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. نعم، هذه المسألة أريد أن تنتبهوا لها لأنها مسألة جدا مهمة، سأذكر لكم تقسيما يريحكم كثيرا في الأحكام. الناس دورهم 3 باعتبار الإقامة وغيرها، هذا الدور تتعلق بها أحكام في الحج وغيرها، إما أن يكون مستوطنا أو مقيما أو مسافرا، وبعضهم يقسمها إلى قسمين، سفر وإقامة، ويقسم الإقامة إلى قسمين، إقامة استيطان وإقامة غير استيطان، لكن النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، لنجعلها 3 أقسام. نبدأ أولا في المستوطن. من هو المستوطن؟ الله عز وجل ذكره في كتابه، قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال الإمام أحمد فجعل العبرة بالمال بالأهل والولد، أهله حيث كان أهل المرء فإنه وطنه، فمن دخل بلدا وتزوج فيها أو دخل بلدا ونقل زوجه فيها على سبيل الديمومة فإنها تكون بلد استيطانه، بلد استيطانه. والغالب أن الشخص ليست له إلا بلد استيطان واحدة، إلا أن يكون كعثمان رضي الله عنه حينما كان له زوجتان في كل بلدة زوجة، فيكون هذا الرجل الذي له زوجتان في البلدة الأولى مستوطن وفي البلدة الثانية مستوطن. هذا المستوطن ما حكمه؟ لو مكث في بلد استيطانه ولو ساعة يجب عليه أن يتم الصلاة ولا يترخص بأي رخصة من رخص السفر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو الدار الثانية هي دار الإقامة، ودار الإقامة هو أو خلينا نبدأ بدار السفر لكي نقول ما عدا ذلك هو الإقامة. الدار الثانية دار السفر، والمسافر يشمل 3 أشخاص أو 3 أحوال. الحالة الأولى من كان بين البلدتين مسافرا، يسمونه عند اشتداد السفر، فمن كان مشتدا به السفر بين البلدتين، جلس ساعة في الطريق، جلس في الطريق 3 أشهر يمشي على قدميه، كله يسمى مسافر. الثاني وهذا بإجماع أهل العلم، الثاني من دخل بلدة ولم يجمع الإقامة فيها، لا يعلم متى سيخرج، لا يعلم متى سيخرج، حكي الإجماع أيضا أنه مسافر. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك 14 يوما، ومكث في مكة يوم الفتح ليس في حجة الوداع 14 يوما، وابن عمر جلس في أذربيجان 3 أشهر، نقل عن بعض الصحابة أكثر من ذلك. إذن من دخل بلدة غير مجمع الإقامة لا يريد أن يبقى فيها، عنده أمر لا يدري، قد ينقضي بعد يوم وقد ينقضي بعد شهر، هذا حكمه حكم المسافر. هذا الثاني. الثالث من دخل بلدة غير بلد استيطانه وقد أجمع على الإقامة أكثر من 4 أيام، لأصيغ بلغة أخرى نقول وقد أجمع على الإقامة حد الإقامة، أجمع على الإقامة في البلد حد الإقامة، فبإجماع أهل العلم حكي الإجماع على أنه يكون حينئذ عفوا وقد أجمع الإقامة أقل من حد الإقامة، أنا قلت أكثر، الأكثر هو المقيم، وقد أجمع على الإقامة ماذا؟ أقل من حد الإقامة، فقد حكي الإجماع على أن هذا الرجل يسمى مسافر، هذا يسمى ماذا؟ المسافر.
الدار الثالثة اللي يسمى المقيم، المقيم عكسه، وهو من دخل بلدة غير بلدة استيطانه وأجمع الإقامة فيها حد الإقامة فأكثر. ما معنى حد الإقامة فأكثر؟ الحد الذي حده العلماء في الإقامة فأكثر. قد يقول أنا أجزم أني سأجلس أسبوع لكن ما أدري ما زاد عن أسبوع، ربما أكثر أو أقل، نقول أنت مقيم. هذا بإجماع أهل العلم. اختلف العلماء ما هو مقدار حد الإقامة والذي عليه المذهب، وجمهور أهل العلم أنه أكثر من 4 أيام. فحد الإقامة أكثر من 4 أيام، ليس 4 أيام، 4 أيام أقل من حد الإقامة. حد الإقامة أكثر من 4 أيام، وقدروه بالصلوات. فمن دخل بلدة مجمعا أن يقيم بها 21 صلاة فأكثر، وإن شك في الزائد فيسمى مقيما، وإن أجمع الإقامة 20 صلاة متيقنا أو شاكا فيما زاد عن 20 صلاة فأقل فإنه يسمى مسافر. ما الدليل عليه؟ نقول لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، وإنما جاءنا من باب الاجتهاد. لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بلدة مجمعا الإقامة، يعني متأكد يعرف متى سيخرج، أكثر من يوم الفتح، فإنه دخل في اليوم 4 وخرج في اليوم 8 فجلس 4 أيام، عالم متى موعد دخوله ومتى سيخرج. لما حسبت الصلوات فإذا بها 20 صلاة. وهذا من باب الاستدلال بأكثر ما ورد، واستدلال بأكثر ما ورد من الأدلة الاستئناسية، ليس دليلا قطعيا وإنما استئناسيا. وذلك شيخ الإسلام تيمي لما قال بحد الإقامة أن تقديره بالعرف، قال الشيخ والأحوط أخذ قول الجمهور أن من مكث أكثر من 4 أيام يعتبر مقيما. إذن الشيخ تقي الدين وغيره متفقون على هذا التقسيم وهو حد الإقامة، وإنما اختلفوا في مقدار حد الإقامة وهو تحقيق المناط في هذه المسألة، وعرفنا دليلها قبل قليل. طيب طبعا وجاءت عن بعد عن عدد من الصحابة أن مقدرها ب4 أيام. نعم. أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. قال أو كان ملاحا، أي كان هذا الشخص المسافر ملاحا يعني على السفينة، معه أهله، انظر، لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. هذا الملاح الذي يكون على السفينة له شرطان أوردهما المصنف، نبدأ بالثاني لأنه أسهل ثم نبدأ بالأول. طبعا الأول ما هو؟ أن يكون معه أهله. الشرط الثاني ألا ينوي الإقامة ببلد. ما معنى ألا ينوي الإقامة؟ بمعنى أن هذا الملاح، بعض الناس يكون ملاحا، مثل الآن بعض الناس قد يكون من الرحل عنده هذا الصناديق السيارات الكبيرة هذه يسمونها كرفانات، فتجده متنقلا ليس له بلد، لا ينوي الإقامة، ليس له مقام بلد استوطنه، ليس له بلد استوطنه ولا بلد ينوي الإقامة فيه وإن لم يستوطنه بعد. بلد استوطنه عندي بيت، بعض الناس الآن يتنقل بهذه السيارات أشهر، موجود الآن عندنا من الذين يتنقلون الرحل ربما 6 شهور في السنة متنقل، 6 شهور متنقل، هو وزوجته وأبنائه يشدون وينزلون، موجود وإن كان عددهم قليل الآن، قلوا كثيرا، لكن له في هجرته وفي بلدته بيت وإن كان صغيرا، هذا يعتبر هناك مستوطن فليس دائما. لكن لو كان له بلد استيطان أو حالة تنقله على السفينة أو حالة ترحله ينوي الإقامة في بلدة كذا من البلدان، فإن كان قد نوى الإقامة فإنه يكون مسافرا ولا يتم. وأما إن لم ينوي الإقامة وليس له بلد استيطان يقصده فإنه حينئذ لا يتم، عفوا لا, لا, لا يقصر، وإنما يتم الصلاة. هذا الشرط الأول هو واضح، لأنه أصبحت هذه السفينة وأصبح هذا البيت المتنقل له بمثابة وطنه، ليس له وطن، لكي نقول هو طاعن ومسافر عن وطنه، هو متنقل ليس له وطن، عرفنا الشرط الأول. الشرط الثاني قال معه أهله. هل هذا شرط أم ليس بشرط؟ ذكر بعض فقهاء المذهب وهو ابن المنجى في الممتع أن الصحيح أن هذا شرط، فلا بد أن يكون معه أهله، وأن من قال إنه لا يلزم أن يكون معه أهله ليس بصحيح، وإن كان متأخرون يقول معه أهله أو ليس له معه أهله فليس يعني فليس لازما، فليس شرطا، وإنما ذكر الغالب. وتحقيق المسألة أننا نقول أن الشخص إن كان له أهل
كان متزوجا، فإن كان أهله قد جعلهم في مقام في محل معين وبلدة معينة فحينئذ يكون مستوطنا عندهم، فإن لم ينقل أهله معه فلا يكون فيجوز له أن يترخص برخص السفر. وحينئذ فقوله معه أهله يكون شرطا لمن له أهل. وأما من لا أهل له بأن كان وحده يعني ليس له زوجة ولا ولد، فهذا الذي ليس شرطا لأنه هذا الشرط معدوم فينعدم في حقه، وبذلك نجمع بين تحقيق المسألة في هذا الشرط، وهذه مسألة يعني دقيقة جدا من أراد أن ينتبه لها. نعم. وإن كان له طرنقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. نعم، قال وإن كان له طريقان البلدة الواحدة، طريق قصير قد لا يبلغ مسافة القصر وطريق أطول يبلغ مسافة القصر. أضرب لك مثالا، يعني أغلب يعني كثير من الرياض يخرج يروح مثلا جهة الطوقي من هناك، من خرج من جهة مشرق الرياض سيزيد عليه تقريبا 30 كيلو أو أكثر، ومن خرج مع المخرج الجديد الذي فتح الآن من شمال الرياض سيختصر عليه 30 كيلو. لو أن المكان الذي يقصدونه مسافة 140 على الطريق الأول من طريق شرق الرياض من طريق خريص وهكذا يصل إلى 140، ومن الطريق الثاني 110، فليس مسافة قصر. لو تعمد الشخص أن يذهب مع الطريق الأطول جاز له القصر، ولو كان يستطيع الذهاب مع الأقصر، ولو ذهب مع الأقصر لا يجوز له القصر، لأننا إنما نظرنا إلى المسافة فتقديرنا باعتبار المسافة. ولذلك فقوله وإن كان له طريقان أي المكان المقصود فسلك أبعدهما، أبعد الطريقين، ولو كان الطريق الثاني لا يبلغ مسافة القصر فإنه حينئذ يجوز له القصر. قال أو ذكر صلاة سفر في آخر، يعني حال الوجوب وحال الأداء كلاهما في سفر فلم يختلفا فإنه حينئذ يقصر. نعم. وإن حبس ولم ينوي إقامة، قال وإن حبس ولم ينوي الإقامة فإنه يقصر مطلقا. حبس بمعنى أنه حبس ظلما، حبس ظلما لأن المحبوس ظلما لا يستطيع ما يدري متى سيخرج. وأما الذي حبس وكان حبسه في بلد وهو من أهل هذه البلد، مثل الآن عندنا مثلا سجن الرياض داخل بلد، سجن الملز قريب من عندنا هنا، أو السجن الذي في طرف الرياض الحائر، الحائر مسافة قصر ولا لا، طويل ولا قصير، ربما ما أدري كم الكيلوات لكن ربما يكون فرسخ فيكون مسافة قصر قصيرة. فكلا الأمرين إذا كان رجل من أهل الرياض فإنه يعتبر مستوطنا أساسا فلا يجوز له جمع ولا قصر. هذا واحد أريد أن ننتبه لقضية هذه المسألة اللي سأرجع لها بعد قيف السجون، سأبين لكم مسألة تتعلق بالسجن. الأمر الثاني أن من حكم عليه بمدة فإنه سيكون يعني حكم عليه خاصة بالأحكام الآن، فمعنى ذلك أنه سيلزم، فهو مجمع الإقامة سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، هذا يسمى مجمع الإقامة. إذن المقصود بكلام الفقهاء من حبس أنه يقصر بشرطين، الشرط الأول أن يكون ظلما فلا يعرف متى سيخرج، الشرط الثاني أن يكون الحبس خارج البلد. وغالبا في الزمان الأول أن السجون تكون خارج البلد ليست في داخله، كانت بعيدة. وذلك سيأتي معنا ليست موجودة في الزاد لكن في غيرها من كتب أن الفقهاء يقولون لا تصلى الجمعة في السجون، لأنهم في الزمان القديم كان السجون خارج البلد وأغلب المسجونين ليسوا من أهل البلد الذين هم بجانبه أو يبعدون عنها مسافة قصر مسافة سفر قصير، فلا تجب عليهم صلاة الجمعة فليسوا بمستوطنين. ولكن يقول لا تجب عليهم ولا تصح منهم لأنهم ليسوا بمستوطنين. أما وقد اختلف الحال في السجن في محله وفي الأحكام حيث إجماع الإقامة فإنه حينئذ يكون يجب عليه الإتمام. أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا، قال أو أقام لقضاء حاجة بلا نية يعني لم يجمع الإقامة، هذا معنى قولهم لم يجمع الإقامة. دليلها ما جاء عن ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في تبوك وفي فتح مكة، وما جاء عن ابن عمر وابن عباس وغيرهم، قال أقام لقضاء حاجة حتى تنقضي هذه الحاجة بلا نية إقامة لم ينوي الإقامة طبعا. وأقام في بلد، يجب أن نقول وأقام في بلد غير بلد استيطانه، لأن من مر ببلد الاستيطان ولو لحظات ولو ساعات فإنه يتم، سأذكر لها مثالا بعد قليل. قال قصر أبدا يعني يجوز له القصر ولو طال إذا لم يعلم متى تنتهي حاجته، لكن يجب أن يكون
ليس متيقنا أن حاجته لن تنقضي قبل حد الإقامة، يعني قبل أكثر من 4 أيام، فإن كان متيقنا لهذا فيعتبر مجمعا. من أمثلة المار على الطريق، قالوا لو أن شخصا من أهل الرياض وكان في المدينة واتجه من المدينة إلى الدمام، فمر فوصل المدينة ثم خرج من المدينة متجها إلى الدمام، أنا تعبت لخبط، جاي من الدمام يريد مكة أو جدة، أسهل عشان نقول خط كذا عشان ما نلفلف، جاء من الدمام متجها إلى مكة ومر بطريقه بالرياض وهو من أهل الرياض، انظر معي، فإن كان مروره في الطريق فقط ماسك الخط السريع فهنا يجوز له أن يتم صومه، أن يتم إفطاره وأن يتم قصر صلاته. إن دخل بلدته، دخل بلد ودخل إلى بيته أو ما يقارب بيته مما فيه معنى الرجوع البيت، فإنه حينئذ يجب أن يتم هذا الفرض الذي دخل فيه فيصليه 4 إن لم يكن قد صلى، وإن كان قد أفطر في أول النهار فيجب عليه الإتمام كما سيأتي معنا في كتاب الصوم إلى نهاية اليوم، لأنه وجب عليه أصبح مسافرا، فإن خرج قبل ذلك جاز له الإفطار لكن والقصر الصلاة التي بعدها. بقي الجمع نأخذه أم ضاق الوقت؟ ما رأيكم؟ أنا كنت ناوي الجمع وصلاة الخوف وبداية في صلاة الجمعة، لكن يبدو الجمع مهم لأن فيه مسائل تتعلق بالاستدلال والمسائل الدقيقة، نؤجلها الدرس القادم. طيب الدرس القادم أنتم بالخيار بين 3 أمور، إما أن نأخذ الدرس كاملا أو نأخذ نصف الدرس ولكم الخيار المغرب والعشاء أو نلغيه. لماذا قلت هذا الشيء؟ لأن الأسبوع القادم بعض طلاب الجامعة عندهم اختبارات، وليس كلهم عنده الاختبار وإنما بعضهم اختبارات تعارض المواد، فما رأيكم؟ أنا أعطيكم رأيي، وقد أنا أرى يعني أنه يكون نصف درس قد يكون أنسب لكم، الذي عنده اختبار الصباح الشباب، والشباب اللي عنده اختبار مسائي، من بعض الشباب ينتهي اختبار العصر، فيكون الدرس بعد العشاء إن رأيتم، أو ترون بعد المغرب، هذا الأمر اقتراحي والأمر لكم. أنا أعرف بعض المشايخ، الشيخ أهم شيء عندي الشيخ أبو حذيفة، الشيخ أبو عبد الرحمن، ما ترى يا شيخ؟ يا تمام يا نلغي، أبشر صادق، فما رأيكم؟ نأخذ درسا كاملا؟ خاصة الذي لم يحضر يعني معذور، والأسبوع اللي بعده أيضا نتشاور مع الأخوان، إن رأيتم كملنا في امتحانات أنا ما عندي شيء، بالعكس أنا أفرح، يعني ما عندي شغل في امتحانات. إذن خلاص الأسبوع القادم نأخذ درسا كاملا، نأخذ إن شاء الله الجمعة، بحاول الجمعة فيها حديث طويل لكن نحاول أن أختصر لكي نبدأ بالجنائز، لأن باقينا درسان بالكثير 3 دروس ثم ننهي الصلاة. من أنهى كتاب الصلاة فقد أنهى شيئا كثيرا، أطول كتاب كتاب الصلاة، الكتب التي بعدها قصيرة جدا، ربما في اليوم الواحد ننهي 2 أو 3، قلما نجلس في باب 3 دروس، اللهم إلا الفرائض سنطيل فيها شوي، الحج 2، ما عدا ذلك كلها يعني قصيرة جدا بإذن الله عز وجل. سم يعني قصيرة 3، أبشر يعني قصير الباب، لأن زاد ما أطال فيه، ما أطال كثير، ما أطال في الحج، لكن الفرائض يمكن 3 أيام، 3 أيام إن شاء الله ننهي بإذن الله، قد يزيد يوم الاحتياط. فإن أنهيت الصوم فهذا يعني أو الصلاة، فأنا أعتبر هذا إنجاز كبير جدا لكم، أنهيتم أكبر باب وعمود الدين وعمود الفقه وهو الصلاة. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.